هذا النهار هو نهار عظيم بالنسبة لي ولكثير من الشباب. يعني نحن كثوار بدأنا من بداية الثورة وعهدنا أنفسنا وعهدنا شهدائنا اللي راحوا إنه إن شاء الله راح نضل مكملين. طبعا هذا الاحتفال اليوم هو كان على شيء يعني ضمن حدود صغيرة، طبعا خوفا من القصف، خوفا من يعني الوضع كتير متوتر بهذه الفترة، فلذلك حاولنا نحن أو حبينا نعمله بمكان يعني مغلق، والحمد لله كان الاحتفال كتير حلو وإن شاء الله منضل، ولو ضلت الثورة 10 سنين كمان راح نطلع على هذا الوضع.